ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الخامس من هذه السلسلة تعلم PHP لغة PHP من الصفر. إن شاء الله في هذا الدرس راح نركز على الأريز. أول خطوة نروح على البروجكت ونعمل فايل جديد مثل ما نعمل في كل درس ونسمي arrays.php، انتر واعمل هايد الفايل عشان يعطينا مساحة. طبعا بداية اعمل اللي هو اصغر من question mark PHP عشان افتح الصفحة. طبعا احنا خضينا على سبيل المثال اللي هو الاريز، ممكن نعمل creation بهذه الطريقة، مثلا نكتب احمد ونكتب فيه العناصر اللي نريدهن، مثلا علي ومثلا حامد بهذه الطريقة. بعدين ممكن نعمل var dump لاسم الاري، بعدين افتح هذا الملف اعمل له سيف، افتحه طبعا في البراوزر اللي هو بيسمى arrays.php بهذه الطريقة، يعطيني طبعا 0 1 2 لأنه هو في 3 عناصر. أيضا في طريقة أخرى لعمل الأريز اللي هي ممكن تعمل اللي هو names، خلنا نعمل هذا هو names، بيكون تصلح ال variable، بعدين تعمل equal تكتب كلمة array هي reserve word أو keyword في PHP، وبعدين نكتب العناصر. طبعا لاحظ فرق في الأقواس، هنا يكون القوس مختلف إذا أنا أريد أعمل array، وأحمد بنفس الطريقة، علي بعدين حامد، أعمل save، أعمل print ما يصير أي تغيير. عندها طريقتين لعمل الأري مثل ما احنا ما شايفين. طبعا أنواع الأريز، هذا الأريز داخل في ال PHP طبعا اللي هو index array مثل ما شفنا اللي هو 0 1 2 أو ما شابه ذلك على حسب العدد العناصر في الأري. وأيضا في نوع اللي هو associative array، راح نأخذ مثال عليه. على سبيل المثال الحين نعمل مثلا names يساوي، نكتب اللي هو الكي اللي نريده first مثلا أحمد، second هذا الطريقة مثلا علي، third مثلا حامد. أول شيء نرجع للمثال الماضي، وحنا عرفنا طريقة اللي ممكن تعمل var dump أو تعمل echo للنيمز بهذه الطريقة. إذا أنا أريد الاسم الأول فأعطيه الاندكس هو 0، فأعمل hide حل هذا var dump عشان تكون الصورة واضحة، وأعمل refresh فأنا أطبع العنصر الأول. الحين راح أعمل var dump نفس الطريقة حل النيمز مرة ثانية. طبعا أنا كتبت النيمز array عادي أحمد وعلي اندكس، بعدين مرة ثانية استخدمت النيمز، فمعناته هذه المعلومات راح تعمل overwrite حل المعلومات الماضية أو اللي سبقتها. فلما أعمل var dump مفروض يعمل لي الحين print وحلغي أحمد عشان تكون صورة واضحة، تكون comments، فمعناته احنا عندنا array اللي هو الكي ماله first second third. لاحظ الفرق بين هذا وبين هذا. لو عملت مرة ثانية print ممكن نعمل new line echo عشان تكون صورة واضحة بهذه الطريقة، أعمل line بس ما بتوضح صورة بعد، أنا بيكون نفس الخط. فالفرق اللي أحب أوضحه هنا أنه الاندكس هو عبارة عن حين مختلف، عبارة first second third. إذا أنا أريد أعمل الحين مثلا عنصر واحد هو العنصر الأول، بإمكاني أعمل اسم الاري names وأعطيه الكين اللي هو first، أعمل refresh يعطيني أحمد. طبعا لازم أسكر اللي هو الvar dump الأول عشان تكون صورة واضحة، يعطيني أحمد بهذه الطريقة. الفرق بين أنه يعطيني index، أنا أختار الindex في الassociative array، في النورمال array هو يعطيهم 0 1 إلى ما لا نهاية على حسب عدد الأريز. هذا هو الassociative array. ننتقل الحين إلى اللي هو مع سبيل المثال عندنا array كبير اللي هو multi dimension، يعني يكون array داخل array. لو اعتبرنا employees يساوي عبارة عن array داخل employees، طبعا بيكون أكثر من موظف،
نعتبر أنه هو هذا الأري الأول عبارة عن نيم الاسم، يكون اسمه أحمد على سبيل المثال، والجريد يساوي مثلا نعطي رقم 4. نعمل كوبي مرة ثانية عشان نضيف employee ثاني، وأعمل فاصلة مثلا اسمه علي grade 2، وأيضا employee ثالث grade 5 حامد. الحين عندنا array، أنه طبعا لازم يكون بالأكبر من أو يساوي في الأسايننج عشان يعطينا خطأ. لاحظتوا راح أعمل comments حل الإيكو اللي طبعناها هنا فوق، أرجع مرة ثانية حل الري. الحين عندي employees، بإمكاني أطبع الإمبلويز واردم مثل ما شفنا وأعطيه الإمبلويز. في ما زال عندنا خطأ هنا، في خط ايوه الحين طبعا كل الامبلويز، لكن لو تلاحظ ان الصوره ما واضحه هنا، بامكاني استخدم فانكشن ثاني اسمها print minus r واسوي اللي هو الامبلويز، اعطي الامبلويز. هذه اللي هي print minus او underscore r كانها تعمل print readable for human. print minus r undefined variable employees، في عندنا خطأ هنا employees save. المفروض ان تعطينا الاريز مطبوع بشكل عمودي، لكن ما اعرف ليش ما تشتغل. في طريقة اخرى اللي هي ممكن اعمل اللي هي echo html pre وأضيف أيضا تحت إيكو أسكر البري بهذه الطريقة عشان يكون مور ريدبل. أنا تعرف في أكثر عن ملتي ديمشن، فبهذه الطريقة أنا أشوف الأري عبارة عن 0 1 2، كل إندكس فيه عبارة عن 2 نيم أري واحد داخل الأري الأول. وهذه الطريقة ممكن أطبع طبعا أنا لو ضللت هذا، عملت comment الحين أريد أدخل على array واحد مثلا على سبيل المثال الأول array، راح أعمل echo لاسم الarray اللي هو employees. طبعا ما شفنا الصفر، بعدين ادخل على النيم. فانا ادخل على احمد مثلا الحين بهذه الطريقه. اذا اريد مثلا اريد اروح على مثلا الجريد، ممكن اكتب هنا الاندكس جريد 4. واذا اريد اغير مثلا على سبيل المثال الجريد لاحمد بدل 4 يكون 1، بإمكاني أعمل grade employees 0 grade يساوي مثلا 1 بهذه الطريقة. أعمل save يطبع لي هو 1، تغيرنا الجريد يساوي 1. لنفترض أن في داخل كل array أيضا في array ثاني وهو عبارة عن debt department. على سبيل المثال department عبارة عن أيضا array، يكون مثلا IT و HR. هنا يكون Sales Finance، وهنا يكون Departments ثاني سوي مثلا Marketing HR. لو عملت Print الحين أذكر هذا لكم، تلاحظوا انه لازم اعمل بري عشان يكون صورة واضحة.
فبهذا الطريقة array الأساسي 012 عندنا array الثاني اللي هو associative array، وأيضا في array ثالث اللي هو داخل department. حين عشان أعمل access على سبيل المثال الHR هذه الطريقة، راح أعمل echo employee 0 name أو department debt، بعد ذلك اللي هو يكون 0 أو إذا HR يكون 1 بهذه الطريقة. أعمل سيف، فأنا أعمل تارجت حل حق الإتشار. وبنفس الطريقة إذا نريد أعمل assignment، هذا هو ما يتعلق بالأريز. أتمنى أن غطينا كل الأشياء حول الأريز. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى تعمل سبسكرايب ولايك شيرت مع الأشخاص المهتمين بالـ PHP language، وجزاكم الله خير، ونشوفكم في الدرس القادم بإذن الله، وهو عبارة عن loops.